طيب خليني اخدكم بقى لمنتخبنا الاولمبي. كان مفترض انه روجيرو ميكالي طالب مباراتين وديتين للمنتخب الاولمبي. انتوا عارفين انه منتخبنا الاولمبي خلاص، يعني مستر ميكالي بعد التاهل لاولمبياد باريس اللي هتتلعب في شهر 6 اللي جاي، شهر 6 24، حاطط برنامج اعداد لمنتخبنا الاولمبي ان شاء الله، عشان نتمنى طبعا ان احنا نروح ننافس على لقب او على ميداليه تحديدا، يعني مش مهم اللقب لان اللقب ممكن يبقى صعب، لكن ميداليه في اولمبياد باريس لفريق كره القدم اعتقد حلم عند كل المصريين، وحلم بالنسبه لروجيرو ميكالي اللي حقق ذهبيه قبل كده طبعا بس كان مع منتخب البرازيل. نتمنى ان شاء الله التوفيق للمنتخب. كان مفترض انه يلعب مباراتين وديتين مع منتخب البرازيل، وكان روجيرو ميكالي هو الوسيط طبعا بحكم انه كان مدير فني لمنتخب البرازيل قبل كده في السابق مع الاتحاد البرازيلي، لكن للاسف الشديد المحاولتين او المحاوله ترتيب مباراتين وديتين مع البرازيل لم تنجح.